أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ هذه الحلقة من الوطن العمانية، ونشرت صحيفة الوطن العمانية مقالا للكاتب أحمد صبري، مقال تحت عنوان بعد 20 عاما تماما المستفيدون والخاسرون بحرب العراق. سؤال ما زال يشغل بال المتابعين للمغامرة الأمريكية التي أودت باحتلال العراق ووضعته في خانة الدول التي لم تستطع النهوض وأخرجته من معادلة الصراع بالمنطقة والإقليم. هذه الحرب كثير من الأطراف المجاورة لها خسرت من تداعياتها، فيما أخرى استفادت منها تقف في مقدمتها إسرائيل التي وجدت في غياب العراق من معادلة الصراع بالمنطقة من عدو العراق أخرجته من دون حروب. يبقى الخاسر الأكبر في عملية غزو العراق واحتلاله هو بالتأكيد العراق بكل ألوانه وطوائفه، لأن الاحتلال لم يحقق لهم وطناً تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وخالياً من إرهاصات الثأر والانتقام والاحتراب الطائفي. أما المسار الثاني فالمستفيد من غزو العراق واحتلاله فضلاً عن إسرائيل هو ظهور ظاهرة التطرف الأعمى الذي أدخل العالم في أتون صراعات لم تنتهي حتى الآن. جميع الأطراف خسرت وتضررت من المغامرة الأمريكية، فتحول الرابح إلى خاسر بفعل ارتدادات ما جرى في 9 من نيسان أبريل 2003، إلى حد أن الذين حرضوا الرأي العام الأمريكي والدولي عبروا عن ندمهم وتراجعوا من تلك الاتهامات التي قادت أمريكا إلى خيار الحرب. العالم بعد غزو العراق واحتلاله لم يصبح آمناً ويسوده العدل والسلام وخالياً من الخوف. وإلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب سعيد الشهابي، ونقرأ المقال بعنوان 20 عاماً تماماً على التغيير. العراق يبحث عن سيادته وأمنه. 20 عاماً هي عمر محنة العراق الحديثة التي لم تنتهي بعد فصولها منذ الاحتلال الأمريكي الذي بدأ عمليا في مثل هذه الأيام من العام 2003، لم يستطع هذا البلد العربي الكبير استعادة عافيته، وما زال يدفع فاتورة الحرب التي اعتقد الأمريكيون كعادتهم أنها ستكون قصيرة وستكون حاسمة. لقد نشأ جيل عراقي لم يعش أيام نظام البعث، ولكنه يعيش أوضاعا جديدة في ظل حكومات لم تستطع توفير قيادة سياسية بحجم العراق، حتى أصبحت وكأنها حكومات تصريف أعمال بدون خطط بعيدة المدى أو طموحات لأدوار إقليمية ودولية تليق بهذا البلد العربي الكبير. هناك ما يشبه التوافق على بضع نتائج كارثية نجمت عن الحرب التي شنها الأمريكيون في بلاد الرافدين. أولها تدمير العراق كقوة سياسية واقتصادية وثقافية. ثانيها إبعاده عن لعب دور إقليمي بحجمه وتحويله إلى بلد يعيش على هامش العمل العربي المشترك. ثالثها تعريضه لظاهرة الإرهاب التي لم تكن منتشرة قبل الحرب، وهي التي أتت على الأخضر واليابس وأدخلت المنطقة في نفق مظلم لم ينتهي بعد. رابعها انتشار الفساد كظاهرة غير محدودة أصبحت طابعاً لهذا البلد القادر على أن يكون مثالاً للآخرين في مجالات التنمية والنهضة والعلم والاستقامة. ويكرر العراقيون أن الفساد انتشر منذ عين بول بريمر من قبل الرئيس بوش رئيساً للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003 بدلاً من جي غارنر. إلى صحيفة الاندبندنت ومقال للكاتب نبيل فهمي، وزير الخارجية المصرية السابق، وجاء بعنوان بعد عقدين من غزو العراق.
كان الاهتمام بالعراق واضحا وجليا منذ بداية إدارة الرئيس بوش الابن والملغمة بما يسمى المحافظون الجدد، والداعون إلى ضرورة استخدام أمريكا قواتها كاملة في تحقيق أهدافها. ويضيف الكاتب: تقديري أن المحافظين الجدد كانوا عاقدي العزم على غزو العراق منذ تولي بوش الابن الرئاسة، إنما تختلف التقديرات هنا حول المبررات لهذا الموقف. هل كانت رغبة لبوش الابن في إثبات ذاته باستكمال مشوار أبيه أو تجاوزه، أو أن الابن كان قد استثار من استهزاء صدام بالأب بعد نهاية ولايته، أو أن غزو العراق كان سعيا إلى استعادة هيبة أمريكا من جديد بعمل عسكري كبير بعد أحداث سبتمبر الإرهابية؟ وقد تكون كل هذه التفسيرات سليمة أو ربما خاطئة، إنما أرجح أن الدافع الرئيس كان توافق بين المحافظين الجدد واليمين الأمريكي المؤيد إسرائيليا بانتهاز هذه الفرصة الثمينة لإضعاف العالم العربي وتفتيته باحتلال العراق. بعد عقدين من غزو العراق، هناك تساؤلات أمريكية ودولية عدة عن أسباب وجدوى غزو العراق، وهل حقق ذلك المصلحة الأمريكية أو العربية؟ وأعتقد بأن الغالبية العظمى من المحللين الأمريكيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يرون أن غزو العراق كان خطأ كبيراً، لأنه أحدث خللاً في توازن القوى بالمنطقة لمصلحة إيران على حساب العرب، وخلق مناخاً من عدم الاستقرار والأمان والتطرف داخل العراق. الفائز الوحيد والأكبر من غزو العراق هو التحالف السياسي بين المحافظين الجدد في أمريكا وإسرائيل، لاهتمامهم أساساً بتفتيت العرب وأسس الدولة الوطنية، وسعيهم إلى بث الفتنة والطائفية على حساب الهوية الوطنية. أما تقييم غزو العراق من الزاوية العربية، فتصعيد النفوذ الإيراني كانت له أخطار جمة، وانكسار الثقة بالخيار الأمني العربي والوطني جعل كثيرين يعتمدون أكثر من اللازم على قدرات أجنبية، وإغفال التطوير المنهجي للقدرات الدفاعية الوطنية، مما خلق توازناً أمنياً بالشرق الأوسط في غير مصلحة العرب. وإلى موقع الجزيرة ومقال للكاتب صالح النعامي بعنوان: الحرس الوطني في إسرائيل بن غفير يعد لنكبة جديدة. ويقول الكاتب: في خطوة قد تمثل نقطة تحول فارقة على اتجاهات الصراع المختلفة مع الشعب الفلسطيني، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتشكيل ذراع أمنية جديدة أطلق عليها الحرس الوطني. وحسب الخطة، فإن الحرس الوطني سيكون تابعاً بشكل مباشر لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وخاضعاً لتعليماته المباشرة، حيث ستنفذ هذه الذراع مهام أمنية عديدة واسعة تحديداً في أوقات الطوارئ بناء على سلم الأولويات الذي يحدده الوزير. وعلى الرغم من أن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يحدد النطاق الجغرافي الذي سيعمل في حدوده الحرس الوطني كما يسمى، فإنه لا خلاف بين المراقبين في تل أبيب على أن مدن وبلدات فلسطيني الداخل ستكون الساحة الوحيدة التي سيستهدفها هذا الجهاز الأمني. إن ما يدفع للاعتقاد بأن تشكيل الحرس الوطني سيؤسس لمرحلة جديدة بالغة الخطورة في تاريخ الصراع بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل، حقيقة أن بن غفير ينطلق في سياساته وزيراً للأمن القومي من رؤاه الأيديولوجية وتصوراته السياسية لحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، مما يعني أنه سيوظف الذراع الأمنية الجديدة في محاولة تجسيد هذه الرؤى وتلك التصورات. فالبرنامج السياسي المعلن لحركة المنع اليهودية التي يقودها بن غفير ينص بشكل واضح وصريح على وجوب العمل على دفع الفلسطينيين للهجرة إلى الدول العربية المجاورة، مما يعني أن بن غفير لن يتردد في توجيه الحرس الوطني لتنفيذ ممارسات داخل مدن وبلدات وقرى فلسطيني الداخل.
يرى أنها يمكن أن تسهم في تقليص قدرتهم على الصمود والبقاء فيها. ولقد قدم بن غفير أكثر من دليل على أنه ينوي بالفعل توظيف الحرس الوطني كميليشيا مسلحة تابعة له في تنفيذ الاعتداءات بشكل ممنهج ضد فلسطينيي الداخل. ونقرأ مقالا نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان الخوف من تفوق الذكاء الصناعي للكاتب روس دوثات، حيث تمثل قوة الذكاء الاصطناعي الصاعدة بوتيرة متسارعة على نطاق عام من خلال برامج الدردشة الآلية وتطبيقات توليد الصور خطرا ولا يزال القلقون منه حقيقة غير مستعدين لترويضه بعد ووقعت مجموعة من الشخصيات البارزة في وادي سيليكون فالي من بينهم إيلون ماسك على خطاب مفتوح يناشد وقف تجارب الذكاء الاصطناعي التي تتم على نطاق واسع لمدة 6 أشهر على الأقل لإتاحة الانتهاء من بروتوكولات الأمن والسلامة الخاصة بنا. ترتبط بعض الشكوك التي تساورني بالجدال الدائر حول ضمير الآلات، وما إذا كان الذكاء الصناعي بحاجة لاكتساب درجة من الوعي الذاتي قد يصبح خطيراً حقاً. ومع ذلك فإن بعض الشكوك تتعلق كذلك بتساؤلات أضيق نطاقاً لا تستلزم اتخاذ موقف حيال طبيعة النفس أو الذات. لذا دعونا نتكلم الآن عن واحد من هذه التساؤلات: هل سيكون من السهل على الآلات فائقة الذكاء التنبؤ بالمستقبل؟ نحن نعلم أن الذكاء الصناعي لديه بالفعل القدرة على التعرف على الأنماط التي تتجاوز صانعيها من البشر، بل وتثير حيرتهم أحياناً. على سبيل المثال، بمقدور الذكاء الصناعي أن يتنبأ بنوع الشخص بمعدلات دقة أعلى من العادي بناءً على صورة شبكية العين وحدها، وذلك لأسباب لا يزال يلفها الغموض حتى الآن. وثمة دلائل توحي بأن الذكاء الصناعي سيكون قادراً على الاطلاع بمجهود تشخيصي رائع في مجال الطب. والآن تخيل نمطاً أكبر من القدرة على التعرف على الأنماط يجري تطبيقه على السياسات العالمية ليتنبأ ليس فقط بسقوط ديكتاتور ما، وإنما كذلك الأسلوب الذي سيسقط به وفي أي شهر والمتآمرين وراء ذلك. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور. التعليم الفريضة الغائبة في أفغانستان،
يظل ملف التعليم في أفغانستان متصدراً الملفات البالغة الأهمية مثل ملف الصحة في بلد تعصف به الأزمات الموروثة والمكتسبة، كذلك طيلة 4 عقود من الصراع. الحد الأدنى وهو أقصى المتاح من التعليم للأطفال هو المدارس الدينية الملحقة بالمساجد التي يحفظون فيها القرآن الكريم. أما واقع التعليم المؤسسي النظامي الذي يشمل المناهج الدراسية والمقار والكوادر التعليمية فيكاد يكون شبه غائب سواء للصغار والكبار في أفغانستان التي تحتاج استقرارا وإعادة بناء في ظل هذه الحالة. تصبح البلاد أرضية خصبة تماما لمبادرات تعليمية حتى لو اقتصر ذلك ما تقدمه على تعلم الحد الأدنى من القراءة والكتابة، مثل مبادرة طفل اليوم التي أطلقها الشاب الأفغاني وزير خان لتعليم الأطفال في منطقة كابل لتوفير التعليم المجاني لحوالي 500 طفل محرومين من التعليم. حرائق غابات في كوريا الجنوبية بعد فترة جفاف. تعمل فرق الإطفاء على احتواء حرائق غابات في مناطق عدة في كوريا الجنوبية بعد فترة جفاف، لا سيما في جبل يرتاده محبو النزهات في وسط سيو، حيث اندلع الحريق على جبل إنوانغ وهو واحة خضراء يرتادها سكان العاصمة كوريا الجنوبية، ومن ثم امتد بسبب هبوب رياح قوية على ما قالت سلطات المدينة في بيان. وألحقت النيران هذه أضرارا بأكثر من 60 منزلا، وتم إجلاء ما لا يقل من 236 شخصا في المنطقة في جنوب البلاد على ما أعلنته هيئة الغابات الكورية. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. علاج الإدمان الرقمي بوصفات طبيعية وبسيطة متوفرة في كل بيت، يزعم بعض المروجون لها أن لها قدرة ساحرة على تخليص جسم الإنسان من السموم ومنحه صحة جسدية أفضل. الديتوكس الذي ينظف الجهاز الهضمي ويجدد النشاط ويحافظ على كفاءة جسم الإنسان، ولكن هل يقتصر مفهوم الديتوكس على كوب من الماء بشرائح الليمون والأعشاب؟ يرى بعض المختصين أن هناك حاجة لديتوكس من نوع آخر أطلق عليه الديتوكس الرقمي، والذي يهدف إلى تحقيق صحة نفسية وعقلية أفضل بعيداً عن صخب التكنولوجيا. تعرف عليه معنا في التقرير التالي. ما هو ديجيتال ديتوكس؟ مثلما تتكوم السموم في جسم الإنسان جراء التعرض للعديد من الظروف، فإن التعرض المستمر للأجهزة الإلكترونية كالحاسوب والهاتف المحمول يتسبب بأضرار رقمية، ولذلك يدعو الخبراء للاستغناء عن الوسائل التكنولوجية إما بشكل يومي لفترة محدودة خلال اليوم، أو أخذ إجازة لمدة أسبوعين مثلا دون استخدام أجهزة محمولة، وذلك للحفاظ على سلامة الدماغ. ولكن كيف نتأكد من حاجتنا إلى ديتوكس رقمي فوري؟ قلق وتوتر في حال غياب الهاتف والشعور بالحاجة لفحص الهاتف كل 7 دقائق، بالإضافة إلى الشعور بالاكتئاب والغضب بعد قضاء الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام الزائد بالتعليقات على ما تنشره على الإنترنت، وخشية أن يفوتكم شيء ما وصعوبة التركيز على شيء واحد دون تفقد الهاتف. ففي حالة ملاحظتكم للأعراض السابقة بشكل واضح عليكم اتباع ما يلي.
أولاً أوقفوا خاصية الإشعارات على هاتفكم بحيث لا تضطرون لمواكبة كل ما ينشر ويكتب، وحاولوا تخصيص وقت معين يومياً لمتابعة بعض التطبيقات ولا تتجاوزوه، ثم جربوا التخلي عن جميع الأجهزة الرقمية لفترة محدودة وابدأوا بفترة قصيرة تزداد تدريجيا. وإذا كان لديكم تطبيق أو لعبة تستهلك الكثير من وقتكم، ركزوا عليها في تقليل الاستخدام. وأنتم، هل بدأتم بالتفكير جديا في خوض تجربة الديتوكس الرقمي؟ إلى اللقاء.